كشفت الأمطار الأخيرة المتساقطة على بعض ولايات ومدن الشرق الجزائري واقع البنى التحتية لبعض البلديات والدوائر. ففي مدينة الوينزا الحدودية في تبسة أغرقت الأوحال محطة لنقل المسافرين، كما تسببت الأمطار في شل حركة المرور بسبب انسداد بالوعات المياه المتواجدة على مستوى الطريق الرئيسي للدائرة، والتي تعاني التهميش والعزلة، والتي تسخر بأكبر منجم للحديد في الجزائر وحتى شمالي إفريقيا.